من الآن من الآن هذا يعني من الآن يقول لك ترى هذه المنطقة لا تدخل أبد خلاص احذف المود واطلع لا تلعب اللعبة يا سلام وات 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 وين هذا لا لا السلام عليكم ورحمة الله كم الصوت يضرب فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا شباب عساكم طيبين ونكمل معكم تختيم مود إز كم تنسى اللايك والجديد في القناة يشترك وانشر المقطع خلونا نبدأ الحلقة اللي طافت وقفنا هنا انتم عارفين وين وقفنا يتابع الحلقة اللي طافت كاملة عارفين عارف وين واقفين بالضبط هو ما تطلع قدام وجهك على طول او ما تفتح الحلقة قدام وجهك شوفوا شوفوا السبرايز شوفوا السبرايز اوكي 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 ايش نستخدم ناخذ هذا ليش خبيت السلاح ها انا خبيت السلاح ولا انا كنت ماسكه واخفيته شوف شوف شيء يكلي وش الخراب ده وش فيه صار عنكبوت يا اخي بداية تفشل ذي والله بداية تفشل ما يصير كذا ما يصير راسي يا ويل امه ايش البداية ذي ايوه سكين اي يا سلام خلاص دركته مدام دركته مدام دركته يا ود ده جسمه يتمغط انت صادق شوف كيف جسمه يتمغط الحيوان لا ضيعت الطلقه والله ضيعت الطلقه انا ما ابنا تقهر بي يا ضل يهو اي بريم بدأ شغل يا المسروق يا الكلب دقيقة انا دقيقة توترت ضيع الطلق واجد صح ضيع الطلق ما قلنا ما بعيد ما يستاهل اقدر اوفر رصاص بس بذكاء اوكي مقلت شعيديد مقلت شين يا ولد شو السالفة في البداية شو تسوي قم راسي طبعا انت وين جسمك يا الغالي هذا اللي ودي افهمه راسك وينك ايوه خليك كذا بس عليك جسم والله وربي عليك جسم ايوه انقلع ايوه تعال هنا غزها في السكين دي شفت عشق السلاح من وراه في النقطة العمياء عشق والله وات ذا هيل صدق وات ذا هيل وين اجسامهم؟ او ماي جاد وين اجسامهم يا الربع؟ جاي بدي اخرب خلصنا منه بقى الثاني ذا الكلب اقول لك انقلع بس انقلع يا الهيس انقلع يا الكلب القم الله العظيم فرد يخب عليك الكلب بداية حلقة بالشكل ده كذا تكون بداية اخي صعبة ما عشر في سبينل هنا ايوه وين انا خذيتها هذه السبينل في تعليقات جتني في حلقة طافة صح خلنا نقراها والله انا ما قريت التعليقات بس شفت انا سريع في واحد قال لي على اليمين تلقى السبنل انا وش خذيت من عند الثاني انا اخذت من عنده شيء صح بس ما انتبهت وش والله ما انتبهت وش اللي اها السلم مش ده 15 20 يا سلام هذا المصروع وينه يا هلا خلنا نعطيك واحدة نخليك تصحصح يا كلب صحصح طيب اوكي بغينا نظبط اشياء ونعدل في الحصرية بعد في الحصرية انا شفت تعليقات كانك مرزحت فيلم شي خلني نشوفها طيب في واحد نصحني اصبر اليد فصلت رجعت مشكلتها القديمة اليد صح؟ في واحد نصحني يقول لي اني احط الحصرية
للكيلر 7 اني احطها الكيلر 7 راح يصير دمجة اسطوري. والله انا افكر بعد اني احط الكيلر 7 يزيد لك الضربات الحرجة اللي هي ضربات يتوقع الهيتشوت يزيدها 10% اضعاف, يعني يصير دمجة خراب من الاخير. عندنا هذا يقوي السنايبر مرتين. والله اني ما ادري استخدمها لدي او استخدمها للماغنوم. طيب نخلي الحصرية الحين نخليها. في بعد واحد قال لي عن الشنطة, يقول لي الشنطة يا اخي الشنطة انا شريتها, شريت الشنطة هذه الشنطة شريتها ما تغير ولا شيء. وش اللي تغير؟ ما ادري علمني وش اللي تغير. يقول لي تغير كذا كذا عشان اخسر 30 سبين على الفاضي. انا اسوي تجربة قدامكم. اصبر خلني سيف, خلني احفظ. طيب انا احفظت, خلني اخذ الشنطة طيب وبركبها. ما في اي شيء بيتغير, شوف ما في اي حاجة راح تتغير. لا سرعة, السرعة نفسها ما تغيرت السرعة. وش اللي تغير؟ المساحة نفسها وش اللي تغير؟ طيب انا ما اشوف في تغير. اذا في تغير قولوا لي. حاليا برجع تخزين حقتي, ارجع اغراضي. والله 30 سبين عندي صاحي انت. طيب الرجال ذا عنده اشياء حلوة, عنده اشياء جديدة فكها انا. بس السلاح بينه طلع لي حقة السهام حق سلاح ايدا وونك. اعطاني هو في حاجة طافت منه طلقة واحدة والحين اقدر اصنع منه. اول شيء تسوي تزين السكين. وفي بعض صح الحصرية قلت لي بعد استخدمها سكين كراوزر. في واحد قال لي سكين كراوزر, ف اتوقع اني بخلي الحصرية على جنب لين ما تعطوني شوركم. اني والله ما ادري محتار. والله الحصرية دي اسطورية, تقدر تحطها الكير 7, تقدر تحطها السنايبر, تصير دمج دبل مرتين. يعني يصير الطلقة الواحدة حرفيا السنايبر كأنها كذا شو اسمه بتر فلاي الماغنوم. عرفت شفت الماغنوم؟ كأنها طلقة ماغنوم لما افتح الحصرية حقتها. والدرع بعدها يبغى لها تضبيط والله. طيب شوفوا شوفوا انا عندي خطة, لازم نبيع له شيء والله. خلينا ندمج على التاجية مثلا. يا سلام 84,000. ها شيل وشيل هذي حلو. ويا طويل العمر ضبط الدرع 103. نطور مثلا نطور البور حق السكين صح حق كراوزر. نطور البور وبعد بطور الرشاش خليه 70 امكسه. ايوه كذا تصير كل التطويرات عندي حق الاسلحه الحمد لله اللي هي باور. طيب وبعد بطور السماكه حقتها حق سكين كراوزر ونضبطها. خلاص كذا كذا امور طيبه ان شاء الله. هذه نخليها بعدين, نخليها بعدين. وين المشروع لينا؟ اختفى. وين راح لي كان هنا؟ لا يكون زعل بس يا ولد. ايوه صح نسيت اقولكم ركبت تحديث للمود. في واحد كلمني يقول لي ان المود نزل له تحديث جديد يعدل على بعض المناطق وعلى بعض الكرافت اللي هي تصنيع الأسلحة, تصنيع الرصاص. شوفوا مثلا الماغنوم أول كم كان يطلب عشان تصنع لك طلق ماغنوم 20 بارود, الحين صار 10. وشغلات ثانية عدلها في المود, أخطاء وزي كذا وأعداء أضافهم. فخلونا نكمل خلاص. الغالي اللي كان هنا وينه؟ يا ولد ذا مات ولا وين راح؟ وين راح ذا؟ يا ولد أبو مخالب اختفى. ها شفتوا التهنيكة اللي صارت؟ أبو مخالب وين راح؟ هذا السؤال. وش عساه؟ شوف 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 الحيوان يهوش من هناك, يضرب من هناك الكلب. انزل. الله يستر الله يستر. وش حاط أنا بس؟ الله يستر الله يستر. وش تبو راسته؟ وات وش ذا اللي راسه طويل؟ انتو شفتوا ذا اللي كذا راسه؟ انا ودعت شكلي صح؟ هذا ميلانو. اوكي اصرف. ابعد راسك. لا اله الا الله. فاك وش ذا؟ وش ذا الطويل ذا؟
انا حشيت يا عيال زحمة هنا وفي اشياء غريبة. شفت الاشياء الغريبة دي؟ والله اشياء غريبة ربي، يا في كمية اوادم هنا يا رب، كمية الاوادم هنا مو طبيعية. ها شوف شوف اللعين، شوف اللعين وين يحذفها، شوف اللعين وين يحذفها، شوف 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 هذا جلتش ده صح؟ هلا والله بالدكتور، هلا بالدكتور، هذا شكله جلتش صدقوا؟ تفاك وش ترى جلتش؟ ميلانو ميقالو يا اخي يا الله، مستر سعيد مستر سعيد. مستر سعيد. ميقالا. وين وين الشتقر حقك ها؟ طيب شوية دكتور بالله. يا عيال زحمة أنا والله. والله هنا زحمة أقسم بالله أمة لا إله إلا الله. مشكلة ما عندي قنابل. فجرني اللعين من هناك قلطها علي من فوق. طب أنا أبغى أرمي فلاش بس. لا لا يا أخوي لا يا بس وين الثاني بس بس ثاني. والله يقطع ذا الوجه الكلب. والله يقطع ذا الوجه الكلب. الله يقطع ذا الوجه الكلب. يا أخوي زحمة يا ولد زحمة. مشي 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 وداعس 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 صح صح بمين يسار. وين نروح وين نروح؟ لما نروح فوق يا لطيف. هذا بيحشني يلعن ام الزحمة ذي يا عيال. وش الزحمة ذي؟ ارمي فلاشة ارمي فلاشة. نايس رميت فلاشة في الوقت المناسب الوقت المناسب. ها وشو قال ابو مخالب بعد يا اخي. لا لا منطقة ذي المنطقة ذي جنان ورب جنان. هذا اللعين لو ستة اوكي خلني امسع راس الكلب من هنا. شفتوا اوكي انحاش انحاش الحيوان. شوفوا يا عيال تعالوا راح يجيب اخويا الاشكر وصل. الله يقطع هذا الوجه الله يقطع هذا الوجه يا الكلب. ما ادري من هذا اللي رمي اندلعوا يا كلب. يو ساتر يا ذا الفرن اللي انا فيه. انا صرت في فرن يا حرفيا صرت في فرن حفرة مندي هنا يا ليون. امشي الله يقطع ذا الوجه امشي. ايش قاعد تسحب ايش قاعد تسوي؟ الله يقطع وجهه يا الكلب. خرطني خرطني شوف ايش سوى فيني شوف ايش سوى فيني. أمل الأخير يدخل عند الذيبان وخليه يقطعهم. شفتوا؟ أما بعد من شهر يا عيال يا عيال يا عيال إيش ذا إيش ذا يا عيال إيش ذا؟ الله يشوف كما يبدو لي إني برجع أحط الحصرية للماجروم للكير 7 مو الماجروم. وربي المنطقة ذي أنتوا شايفين ما في مكان تقدر إنك يعني تزبن فيه تلعب معاهم تصير حركات دي عرفت. ما يمديك ما في مكان. تبغى تدخل داخل تلقى مخالب منشار تطلع فوق مكان صغير يعني يحدك صاحب الموت. ايش الصوت ها؟ يا هلا. والله يعني انا كنت ابغى اخلي حصريه واخذ رايكم فيها لكن كما يبدو لي ان هذه ما يبيلها. واحد اثنين تروح من نصيب الكير 7 نعم طورها. يا سلام الحين اعطيه تشوت ضربات حرجة تشوت قتال. يلا يلا خلنا ندعس. رب المنطقة ذي الرب يعني
قرف والله قرف. اللي يسأل وش تلفينك إبراهيم؟ هذا إيش اسمه أثمد، كحل كحل أثمد، علاج طبيعي زي كذا حق العين، قوي البصر خليك معرق. أقولك ندرى بس بعد تحول، أنا ناقص إنك تحول، أنا ناقص إنك تحول. الله يقطع ذا الوجه الكلب، رأسي يودع، رأسي يودع يا أخي، رأسي يا أخي. المشكلة تدري وين؟ ما عندي قنابل. أي انقلع يا أخي. طيب أنا عطيت عليك فريم يا أخي، إيش تبغى أسوي يعني؟ إيش أسوي أنا؟ أنا وش أسوي؟ سكين يا أخي، سكين خليت حقتي يا كلب. حلو حلو، دمجتهم دمجتهم. الحين أصنع لك فلاشة ثانية وحش، أصنع فلاشة ثانية وابدأ إنك أنت تعطيه انسحاب تكتيكي كذا. شغل بقى شغل حقه اللي بيخرطنا. وين وين؟ طبخني طبخني. ارمي ارمي فلاشة، ما عندك قاف. أو ماي جاد إيش اللي صار؟ لقمها الدرع. ارمي فلاشة، رميت رميت. إيزي إيزي، هدي 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 اللي بنتي، هدي هدي. Oh my god. I frame. Nice one. يا ابن الكلب. الله يلعن. يا اخي سابه يا اخي. ذا المنطش المقرف ذا. هذا اللعين يحادث من فوق. خلنا نمشي خلنا نمشي، بس ابغى امشي. ابى ادخل والله، ابى ادخل ابى ادخل خلاص. ابو 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 مخالب صار ارحم لي مني اطلع عند المناشير. يا اخي تفجير يا اخي تفجير. يا الله يا الله يا القرف. هذا شكله زود الصعوبة، التحديث التحديث شكله زود الصعوبة، مو انها شو اسمه زود العداوة بس، لا شكله زود الصعوبة. كيف صاحب المود قربنا يمشي شوي في المود؟ انا ما اسمع في الكلام ده، لازم انا اخليه يدقر في مكان. اعطاني تحديث، ارمي فلاشه. ايوه والله انا قلت بموت. القم ربي، هنا صار فرن ربي، فرني الربع يا اخي. خلني امشي الله، خلني امشي خلني امشي. قاموا يتباقسوا، شوفوا قاموا يتباقسوا. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. ابى ادخل عندك تكفى. السلام عليكم، مساك الله بالخير. ايوه اوف، انا حشرت نفسي كذا صح؟ كاني حشرت نفسي والله، كاني حشرت نفسي. لكن ابو مخالب ترى بيشقهم. اوكي يا هلا يا هلا، حيا البنات. يا حيا الله بنت. لا لا خرب علي، الحمد لله. وش الانفجر ذا؟ اوكي الانفجر خرب. خلني اوقف. طيب خلني، الله يلعن. تبيستو يا عيال يا عيال. قم خلنا هيل خلنا هيل بس هيل. ارمي فلاشة سريع. النغل، شوف النغل ذا قاعد يرفسني. شوف النغل، خلصنا منه. طريق 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 طريق، فكوا طريق. اطلع فوق اطلع فوق لا يقطعك. ايوه نسبن هنا. ضيعت الطلقة هنا، مرتبك والله مرتبك. بيخرطني بيخرطني، تكفى تكفى. ايش اقدر اطلق عليه؟ لا يا اخي لا. شوفوا كيف قلطها اللعين، ما مداها توصل الارض اللي هي منفجره. والله قتلته 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 الغولي من والله انها من الضرب من الطلقتين حق الماجنوم دي، انها شيء كفو والله. قلعي انقلع. الله يقطع ذا الوجه. قلعي يا راسخه. وقت فلاشه
القمي القمي ودي الملاعب و... اوه عندي هافي جرنيت نايس. من وين خذيت هذي؟ شكلي خذيتها تو تصدقوا. والحين ترمي لك طال عمرك. ارمها طيب ارمها 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 طلعها يا بابا لانها قاعد يحترق. واقعيه تعرفوا في واقعيه في ريزنت ايفل واقعيه مره. لا تهم ينسوا موضوع واقعيه. قم يا اخي قم يا اخي قاعد يهبط عيون يتبطع في الارض. لعن ام المسخره. طيب يا رجال ايش المسخره ذي الله يلعن. عفن عفن مو جيم بلاي عفن هذا اسمه عفن اسمه عفن مو لعبة ولا جيم بلاي لا اسمه عفن قرف. طيب ما في مشكلة نبغاها كذا. أنا الآن إيش والله ما عاد أوفر ولا طلقة ماجنوم. أقسم بالله لا أنفضهم نفض والله لا أنفضهم نفض. هذاك الأول بيود الملاعب ضيع الطلق وعدها عشان تبدأ بداية نظيفة صح. انا احاول اني اوفر طلق ماجنوم لكن هذه المنطقه واضحه ما فيها اي توفير. القم القم لا شيء ثاني بعد طيب واستخدم هيل وعشق الماجنوم 15 طلقة معاه. لا تمد يدك يا ابن الجزمة لا تمد يدك يا الحقير يا الكلب. خلصنا فك يا الكلب فك الله يقطع هذا الوجه العن وجهك يا الكلب. قتلناهم خنهيل اقسم بالله لا تقتلني خنهيل ابن الكلب مسكتنا جدي يا ابن الهرش يا ابن الكلب. القم الله يلعن ام المصاخر تعون تحول. القم الله يقطع ذا الوجه الكلب. منطقة كريهة المنطقة. عشق سلحتك اعوذ بالله. ورب المنطقة هذه ترفع الضغط وربي يا الربع. انت يا ابن الكلب وانت لي مليان مشغلنا يا بس يا بس طبخني. الحمد لله وربي يا الربع. انا قدام والله انا اشك في اني بخلص المود. انا والله اني شك اني اخلص المود. بس بقولكم اوصل مرحله كذا اقول السلام عليكم والله يا رب انا ما اقدر اخلص المود. صاحب المود مجنون. المشكله على كثر الطلاق اللي معي حق الماجنوم بس ما تقدر تستخدمه ليش؟ لان في واقعيه في اللعبه. واقعيه اللعبه ايش؟ لما يحذف لك مولوتوف نار ليون يقعد يسوي ما تقدر تهيل ما تقدر تزبل ما تقدر تسوي شيء. لما احد يرمي قنبله القنبله ما تدمجك بس الهواء او الرياح حق القنبله شوفوا الواقعيه الدف ليون في اللحظه ذي ما تقدر تسوي شيء يجيك زي الستن وعاد يجي يا ابو مخا ايش اسمه ابو منشار شوف شغله. باقي المصروع ده بس هذا امره سهل ده عنده منشار عنده شوف السكاكين كيف والله سكينه كرابز باقي صامله شيء جيد. ورني ايش عندك خلصني باقي عندهم منشار داخل باقي عندهم منشار شوية انت وراسك ذا شوي خلنا نركز. باقي الضربة القاضية المنشار اللي كان داخل وينه باقي عنده ولا طلعت؟ والله احتياطا خلنا نحط الكيار 7 قريب كذا. هذا مسكين باقي هنا ناشف. يلا ود وين المنشار؟ ها؟ المنشار وين راح؟ السلم طلعوا ناس. اي والله طلعوا ناس شوف قتل اعمارهم والله لا يبنى انا.
اوه هذا هنا تعال تعال بودي. طب خلنا نطعنه. طيب وش الصالة الحديدية ذي اللي معك يا ولد؟ انكسرت سكي. لا لا ما اقول كنت بطلق عليه بالماقل صادق انت. لا لا يا ميلانو انقلع ميلانو. هذه تنفجر دي صح؟ تنفجر اذكرها. طيب اوكي ايوه السلام. كم عدد؟ طب انا طلقت ورب المصحف اني طلقت والله. اوه بعد ما حم ذا بعد ما حم الحيوان ذا قطع. اي قطع. ربي استقعد لهم استقعد لهم ابو مخالف يا ساتر. هذا الاستقعد بس بس والله مو بانا انا خويك ايش فيك. قطع قطع اللي وراك. انا اقتل بالر يمدي انحاش يمدي انحاش. لا لا انحاش انحاش يبغى يغدرك في لحظة ترى. القم شوف بس خلنا بعد الورع ذا انقلع عشان نتفاهم مع العيال الكبار. يا اخي زبنت يا اخي الله يلعن وجهك. ما نبغى مناشي يا ولد. هذا وين راسه؟ ايوه خلك كذا خلك كذا. اوكي لازم اجيها من ورا يعني. هي هذه طالعه طيب قدامي. لا انا من الصراحه حركه حركه والله حركه حركوا العيال حركوا العيال. العيال حركوا. يا ربي انا لعب لعب فيهم لعب. ارجع ارجع عندي. لا لا يا اخي يا الله لقيت الفتحه هنا يا اخي. انا حش حشهم يا مدير حش حشهم. عطيه اوكي. قبل شي منين طلع اصلا؟ والله ما يمديها والله. سكين 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 خذ السكين. ايوه خذ الاي فريم حقك. هذا هذا بيقطع بيقطع انت فهم منه. عشق الماجرم اول كير 7 من البيت. خذ يا هلا يا هلا يا هلا. على هذا الاول تخلصنا منه. باقي الثاني يا مرحبا. وهذا الثاني تخلصنا منه. وش عنده؟ اه عنده الداينامايت. اوكي فلاش حبة بس تتصدق علي انا اشحلك انا ولا ايش؟ هذا مقلد ان شاء الله. اضرب 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 يا هو خلصني. المود مجنون يا الربع. يا ربي المود مجنون. صار لي يمكن 45 دقيقة 45 دقيقة بس المنطقة دي 45 من التسجيل. طبعا في قصقصة وفي اشياء عشان اعلمكم صعوبة المنطقة وعفنها. عفن والله يا عفن. خمس طلقات بس والله. بدا يقل الموارد صح؟ ملاحظين هذاك ابو تيونا متار باستا اعطاني عليه بس شو اسمه اعطاني فلاش واحدة. اوكي كله طلق رشاش.
او ماي جاد المنطقه ذي يا ساتر. طيب وش ده اللي طاح يا ولد؟ في اشياء تصير غريبه. انا طيب شوفوا نفك ذا بعدين، ولا في آلة حفظ يمكن حاطها قدام صح؟ ما ادري وحاط آلة حفظ ولا لا. تعال يا حمار لا تموت، ولا تدري يموت مع نفسك. خلينا نشوف في آلة حفظ قدام، اذا ما في برجع احفظ. اسلم 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 اسلم. 10 15 طلق سنايبر. ليه ما اعطيني اللود ذا؟ ها ايش رايكم ليه ما اعطيني اللود ذا؟ بس بس اسمع الصوت، اسمع اسمعوا مناشير من الان من الان. هذا يعني من الان يقول لك ترى هذه المنطقه لا تدخل ابد، خلاص احذف المود واطلع لا تلعب اللعبه. طيب خلنا نشوف وش 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 نحتاج، وش نسوي وش ما نسوي. ايوه ايوه صح صح نسيت انا شيء، في واحد مجنون تخيلوا تخيلوا كذا يعني ما يفكر تفكير سليم 100%، يقول لي شيل التكديس، وانا شيل التكديس في مود ذا. متأكد من كلامك بعد اللي شفته؟ طيب باخذ من عند الهيل الفلوس دي كلها بس بلا الشغلات اللي. طيب احنا نضبط السكاكين حقتنا، السكاكين هي اهم شيء يضبطها. والهيل والله شكلي باخذ الهيل، ولا ولا ايش رايكم تكفي ذي؟ والله من النظرة الأولى إن كانها تكفي، كاني اشوف ودك يا خلني اشوف الكرافت. ابغى اصنع هيل، كيف عشان اصنع هيل بخاخ؟ اوكي اصنع الليزر. الليزر ذا يركب على اللي معاي السلاح، ها اقدر اصنع ب 15 و10. دي خلني احفظ واجرب، اذا صنعت ليزر يركب عندي على الفرد اللي معاي بلاك تيل. والله ذي حركه جديده، خلنا نجرب. بسم الله عسى يزبط ان شاء الله، بس عسى يزبط. ما يزبط اي، ما في الفرد اللي يركب عليه. اجرب رجع رجع السيف حقه بس. طيب شوف وش باقي موجود هنا، بس والله حركة حلوة تقدر تصنع ليزر بالموارد اللي معك، شيء حلو. خلاص توقع كذا، خلاص نروح الى نهايتنا او الى حتفنا الله يعين. بس كيف يعني اول منزل ثلاثة صح؟ اول منزل بقطع راسي، شو تقولوا؟ اول منزل على طول طير الراس. انا من الاثنين ما دراكم وناوين الكلب، ما يبغى لا نام وناوين الكلب. اللي اهبد اهبد قمطعنا صح انه شوتني بس عادي. شوتني تشويت، الله نجعلها كسر ان شاء الله، الله نجعلها كسر. قول امين. انا ميت صح؟ ميت ميت طير راسي. بعدين حاط لهم جامد. يا اخي يا اله الا الله، انا ما ضبطت الدرع صح؟ ما ضبطت الدرع. ابد 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 يوم قلت ان الله يقطع ذا الوجه الكلب. الراسي الحمد لله انا ما مساكني. فك 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 الله يقطع ذا الوجه الكلب. القم خلصنا من واحد. طيب شراك تهيل مساكني. افكا يا اخي فك، لا تمسك خليك رجل. طيب راسي راسي، طيب راسي 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 يا اخي يا الله. يعني فوق صعوبة المد تصير لك اشياء بعد غريبة، عرفتوا؟ اجسام تتمدد. هذا
شوف الجسم ذا بالله اللي قاعد يتمقر. هاي باي السوقان. ارجع وراء. اي حذفت عليهم. كفو يا بايس. كفو يا بايس استمر. تعال نبغى امسك واحد منهم بس اطعنه. واحد ودع الملاعب يا السلام. هذا الثاني بيلحقه ما عليكم بيلحقه. بيلحقه لا تخافوا. يلحقه. يلا ودع 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 يا سلام حتى خلصنا من اثنين. ايش رايك تعشق اسلحتك؟ ايش عند هذا؟ عندك منطقة. طيب اوكي هذا وش عنده في المعنى؟ لا لا ايش بيسوي؟ بيمسكني اذا رايتني بيمسكني. فك 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 الوجه الوسخ. فك الله يقطع ذا الوجه. طلع طلع البلاقة شوف. طلع بلاقة وما تكثر لي كلام. اشوف اللي فوق. مش من تحتك يا كبري يا بي. عايد 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 مرة عايد بس هيا بسرعة. الله شافني. خلنا اطلع طيب الله يقلع طير الرجل ذي المورمة. براسي براسي بيطير صح؟ بيري. طلع البلاقة طلع 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 طلع. ايش بيسوي؟ كنس. ضيعت الطلقة. ركز ركز يا هطف. ركز يا هطف بتموت. ركز بتعيد. انا ماني مرتاح للخصم ده. هو هنا ابدا ماني مرتاح. اوه حشرات. فيه فيها حشرات بعد والله. طيب شوي ما بدك تخلص. طيب كم نص ساعة تهبهب يعني تنظف تمسح الارضيات. ما اعطاني فرصة ما اعطاني فرصة. ايوه يا اخي ركز. وش فيني الايم ضاع حقي. خلص يلي. طيح ايوه من اول. اطلع قطعه عشان ذا الكبله يمسكني بس. شفتوا انا سويت الحركه ذي ليه؟ عشان الكلب ذا ناويني ناظرني. وش ذا الصوت؟ في صوت. قال اطلع وش اللي ثاني. انا ناقص يا رجال خلاص يا اخوي ما عندي هيل. اوه ماي جاد جاك الغولي. لا يا غولي غولي انت فناش على كذا. والله ضيع الطلقة على الهطف الصغير ذا. ودع ودع الملاعب واحد بس باقي انا ميت. هيلي خلص. ايوه طيح 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 انا عارف. طيح انا طيح. تعور لي صح؟ تعورك مرة. باقي باقي ما خلصنا. خلني هيل. طلع طلع البلاقة طلع طلع البلاقة يا الوجه الوسخ. طلع طلع البلاقة وطيح هنا. طيح طيح يلا خلصني. انا شفتها والله انا شفتها. الله يلعن ذا الوجه. متى بدها تنزل عندي اصلا؟ خلنا نركز. طيب خلنا نركز. جا 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 بام في النص في النص في النص. ايوه ايش عنده معصب؟ ايش عنده؟ ايش عنده معصب؟ طلعها خلصني يلا يلا. الله يقطع ذا الوجه الوسخ عليك وجه كريم. اي طلعها طلعها هنا. القم القم. اوه ماي جاد.
اثنين مو واحد. حط اثنين. الله انا تعبان يا رب. شوف شوف حشرات وكل شيء. ما في شيء لو حاطه هنا يا ولد. كل شيء حاطه هنا حرفين 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 كل شيء حرفين فيه كل شيء حاطه هنا. انزل انزل انزلوا المخالب. اوكي المخالب ما ادري وين اختفوا. خلاص يا ولد هد اللعب هد اللعب شوي يا ولد. ده ما يبغى الا انا. انت صادق انت ما اقدر ما يقتلوني. بس وين المخالب؟ ما ادري. رسبنا رسبنا مناشير ولا هذيل بعدين المناشير بعدين المخالب. لا قبل شوي صار مناشير المخالب. انتوا فاهمين صح؟ قاعد اتكلم وايد. خرب خرب علي الحيوان. وات اوكي ايش اللي صار؟ طيب لازم نجيب هنا. تعال تعال بس عندي اي فريم. اعطاها النقزه الاسطوريه بس عندي اي فريم. عرفت هذا الشيء الحلو في الموضوع. طيب ايش رايك تهيلي وحش؟ تعال تعال هنا. ايوه يا سلام عليك. ليش انا احس اني بنحش؟ انا بحس اني بنحش مره. عرفت الاحساس هذا الفظيع؟ السلم من الراس بندان. انحش. لا لا اوكي الحمد لله. وقفي. وربي كانت بتقصني. ربي انها كانت بتقصني. اللعينة. انقلعي انقلعي يا كلب انقلعي. الله يقطع ذا الوجه. ايش عندهم؟ بخاخ حلو. 1800 في لوت ملثر في كل مكان يا ولد. طيب باقي الجزمة ذا. اثبت شو بس. القم. هذا الاغراض حقت المناشير. والله شوف هذا الكلب. لعن ام السرعة. انا باقي افكر ايش اضرب فيه. افكر عرفته بالسنايبر. قام بسرعة. لكن هذه بيها سنايبر دي واضحة. ايوه طيح 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 طيح. انا ما تخافش ما تخافش يا ابني ما تخافش. ما اقرم سطع تسطير. اقسم بالله ان الكيلر 7 يعزك والله. ايش عنده؟ اوكي تاج. الله يفشلكم بس. وربي انه يعز كير 7. عز يا ولد عز. عز احد قال لك عز فول الكير 7؟ لا تقول لي ما اقرم ولا غيره. طيب اوكي 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 حلو حلو حلو. يا سلام صفينا منطقة كاملة. يلا يلا اطلع 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 المروح اطلع. الحين منطقة العربات. ما بيكون فيها تعديل صح؟ ما اتوقع ما ادري ايش. بس صح فيه. صح صح في محطتين نوقف فيها. نمشي بالقطار نوقف محطة بعدين نمشي بالقطار نوقف محطة ثانية. دي منطقة الحشرات. المود ذا اقسم بالله يخلي ظهرك يوجعك يا ولد. وش دخل الظهر ماني داري؟ من الجلسة ولا من التركيز؟ زبدة ظهرك يوجع. يا سلام لقيت لي هي. اي والله تكفى. تكفى انا احتاج هي. وفي بعد آلة حفظ قدام نحفظ مرة واحدة. بس ما في تاجر والله. اقرب تاجر تدري وين؟ اللي قبل القتال كراوزر. والله بعيد شوية. يلا يلا يا سنشا. يلا ودنا بس. الله يرجع على سلاح الزفت الريد ناين. يا شارد من الموت يا ملاقيه. ليه المايك بيطفى ما يشحن؟ انت صادق انت. طيط 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 طفى والله المايك. اوكي تكس والله دقينا والله. تقرر لي اقول لك انقلب. ايش قال قرر لك؟ اقول لك انقلب بعد انت. الحين بيجينا بمنشار ولا بعدها؟ لا بعدها. شوف يا اخوي انقلع شوي. يا شباب صلوا على النبي. صح
طلع هذه المدات كلها ولا شفت اي صاحب مد انه يعدل الجزئيه دي زي ما هي. انا ما اقدر اعدل عليها، بس يقدر مثلا انه يضيف، اصبر لا اجيب العيد في ذي، يقدر مثلا انه يضيف يضيف مناشير هنا، عرفتوا، يخليها اصعب بدل هذا الورعان يحط مناشير. المد الو ايش في المد يعلق؟ شفت المد هذا من المد ترى، مو من عندي، من التصوير. الحمد لله على سلامتنا. السلم مش ذا الصوت، مش ذا الصوت، اصبر ليه طفت؟ هذا شغال. اوكي هلا والله هلا. لازم ارجع ورا ذيك المرمى طاول يا اخي، علم المشوار. طيب الان وقت المسخرة. يود انا طالق عليك يا الله يلعن وجهك، الله يلعن وجهك، ضيع الطلق على الماجنوم الكلب. كل خرا انت، لو تاكل خرا انا بقدر اركز. طيب انت كل خرا، وات ار يو دوينج؟ سوي فيها علمني ايش قاعد يسوي مروح. ايش رايكم بالله؟ ايش رايكم بالله؟ القم كلمة هيا ندخلك كذا. اي بس حفر كذا، هذا نبغى. طبعا اتوقع انه وقت ما ادري ولا ما عاد يستاهله والله، باقي لهم شوية كلهم. انا ودعت، شكلي ودعت الحمد لله. ارمي ارمي ارمي، حذف 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 حذف، خلها يتست انا اقل شيء. ما ابغى اضيع طلقة ما ادري، ابغى اوفر طلقة ما ادري، والله ما غالي على قلبي. كيف ما صادني؟ كيف قتلته؟ والله كيف ما صادني ما ادري، احد سالني. هذا مصروع، المصروع ايش يبغى له؟ يبغى لك اصبر كذا كذا بعدين كذا بعدين كذا. يا سلام الفن مع الاحتراف والشغل النظيف. تكيط لي تكيط لي، لا 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 لا، الله يقطع وجهك الهرش، الله يقطع وجهك يا الكلب. هي هي ناخذ نبته بس. تحول، لا لا ما تحول ما تحول ما تحول. ايوه القم ريحني. نومي خلص. ايش عنده؟ حلو عنده 15. اوه في آلة تحفظ هناك، انا ما حفظت والله. خلني خلني ايش الصوت، خلني بلوت المكان وبنزل احفظ. 25 طلقة، استر عليه استر عليه. يلا المحطة الثانية الحين يا اخي. القمود يا شوف، عشق 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 نجيك ابو منشار ورب الايم. صار يصير جبال يا الربع، الايم قام يصير زي التبن. تركيز تركيز بدا يقل نوعا ما من المنطقتين اللي طافت. تركيز لا معك تركيز معين، لمت معين، بعد ما تعدى المنطقه دي خلاص اذا التركيز يروح فيها. تشاك 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 تشاك، انت من انت من حذاري من الوسط، حذاري من الكلب يشق في نصين يا ولد، يشق العربه حق ما يشق هنا. مرات يخليه يستعجل بالضربه، عرفته. رب الايم ردنان خرا، بس انا ايمن اسطوري. ويلكم باك ويلكم باك. شوف الحركه ذي خلاه يحركها بدري. شفت الوساخ؟ انا اعرف له اعرف له صاحب الموت. ما بتسويها خزي. يلا مع السلامه. هش هش يا الكلب. ايوه هذه منطقه الحشرات. لماذا عساه يا ترى يوجد في وكر الحشرات؟ طيب اوكي اوكي ايوه ايوه شوف شوف شوف. ذكرت ذيك، اتذكركم بشيء ها؟ اتذكركم بشيء في مود برزيركر
مذكرت شكله حاطة والله. والله شكله حاطة. دقيقة، كان في شيء هنا في مود برزيرك مو موجود. الله شكله شاله. طيب اجل ليش معطيني الرصاص؟ معطيني الرصاص. اوكي خلنا نحفظه، نحفظ بس. السلام 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 يا ولد. السكاكين طيب مكسرة يا رب. السكاكين المشكلة، السكاكين الحشرات يا ساتر. ما في شيء لو رامي هنا اعوذ بالله. وذا طلع للكلب، وذا طلع للكلب. انزل. لا لا يا رب كذا مرة مرة. لا لا انت بالدور، بالدور انت انزل، انزل يا عفيف. انزل مو وقتك، مو وقتك. خلنا نتهم مع اخويك. انت انزل بعد يا اخوي. استن طيب، استن. ايوه استن. ما عندي سكين، نسيت ما عندي سكين، ما عندي سكين، نسيت. وانا طعنا من اليوم والحشرات تختفي. يا لطيف يا لطيف. ارمي ما عاد امدي، انا ميت. نسيت ما عندي سكاكين، والله نسيت. القم. لا احنا قلنا بالدور، احنا قلنا بالدور، قلنا بالدور. انقلع انقلع تحت. وين الرفسه حقتي راحت؟ احنا قلنا بالدور يا ريت. لعن وجه الجده. انا شكلي ببلع تدري. بعيد والله الضربه اللي تقهر، وانا ابغى اوفر هيد الصراحه. انقلع. وين بيطلع ذا؟ الا انت ما تستاهل حتى الفرق. انقلع. الله يقطع هذا الوجه. الدمج شكله لابد منه ما دام في حشرات، معناته الدمج لابد منه. انقلع. نشوف وجهك راس يا عساك. الله يلعن ام الوساخه فيها. انا انحشيت، انا انحشيت كلها بسبه الحشره ذي. كل شيء عشق، كل شيء بغلط عشيق. انقلع تحت. كيف الحال؟ اطلع فوق. تدري بعيد. معلش معلش والله ضيعت هيل. انا نسيت اني اقدر اطلع فوق زياده. ايش اللي تبغاه؟ ايش اللي تبغاه؟ خير ان شاء الله. اسمع الصوت. عطني اياها. الله سك اخر سكينه. طيب ايش رايكم نطلع فوق؟ اطلع فوق. ابغى احافظ على الهيل، ابغى احافظ على الهيل. اكثر شيء اقدر عليه. شو كيف؟ اكثر شيء اقدر احافظ عليه بوفره. ايش تبغى يا ري؟ الله يبغى يطلع العيال. انقلع. جاك 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 الكلب. هذا ما يبغى له الا ذا. ايوه ما يسطرها الا الكير 7. اقول توكل بس والله حقها قنبله. منش. يلا الخلا. اوكي هذا بيطلع، هذا الثاني لا ممنوع. بس كذا ما دام انه طلع الرجال وملزم مره. عرفتوا كيف؟ نخليه يطلع عادي. يلا الخلا. ازبن. ليش تناظرني كذا يا كلب؟ ايوه انقلع. ما يشوف، شوفه ما يشوف. تجي في النقطة العمياء ما يقدر ما يشوف. اتحول. ابغى اوفهيل من اليوم. الله يقطع ذي الوجه، الله يقطع ذا الوجه، الله يقطع ذا الوجه. من اليوم احاول اوفر هيل، احاول اوفر، احاول اوفر. وتجيك البنت الكلب ذي بكل بساطة. هي يقهر هذه الحشرة ذي. هذا اللي هي لها 3000. اوه عاد باقي فيها بمنشار. تطلعي. ايش ذا الصوت؟ ثنتين هي لهم 3000. طيب ما دام ثنتين نعطيهم قنبلة مثلا نجرب.
ايش رايك؟ الا عن حظ وراي ماتت طاقة الثانية. وانا في غيرها في غيرها انا هذيك. شوف 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 ناشبة 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 ما تقدر تجيني ناشبة ما تقدر تجيني. كم هي لابس على قصتي اللي مستيني على قصتي. يلا يلا يا كلب كله شكله يختفي. انا صدقوا كلهم شكلهم يختفوا. طب هذا يبي نتفاهم معهم بالفرد. سنتين يا ولد سنتين عشان تقتلهم. خلنا نتخلص من هذاك من شهر لعين عشان لا يجي. ايوه مسطرة من هنا ليه؟ عشان في حالي نزلت اقاتل الحشرات لانهم بيخلصوا الفرد حقي. بقعد اطلق عليهم من هنا شكلي بنزل. لو نزلت لا يجيني ابو منشار لا يتحرك معهم. في واحد ثاني بعد شوفوا في مش اوكي في واحد مزبن. يعني ثنتين مو واحدة. اوكي. والله لعنهم والله. اخوي هذول مشكلة نزلت بيمسخرون يا رب. والله لو نزلت بتمسخر. خلنا نشوف لنا مكان ثاني من المدينة. يا ولد ذيلا هذيلا مسخرة ذيلا والله. عطهم قنابل بس. حدف عليهم قنابل هيلهم كثير. والله هيلهم كثير. نزلت بياكلون ياكل. اقسم بالله شوفوا ثلاث يختفوا بعدين. الرصاص خلص قتلنا واحدة. باقي ثنتين. وإذا قلت لكم الرصاص الرشاش قرب يخلص صدقوني ولا؟ إيش رأيكم يا رب؟ والله لازم طلق رشاش. 15 يا أخي معدلها حتى مع التحديث. إيش الوساخة هذي؟ إيش كمية الوساخة هذي؟ يا أخي والله إنه شيء يقهر. ما أبغى أنزل لو نزلت رحت فيها. طيب نعطيهم بالماجنوم. نعطيهم بالماجنوم يا سلام. عطى بالماجنوم. عطى بالماجنوم. ايه من اول. انا ابغى اوفر بس الماجنوم عرفته لكن في الاخير يعني اضطريت. زي ما انت شايفين الرصاص كله خلص. واسمع صوت منشار وينه؟ اسمع صوت منشار. شو هذيك الحشرات اللعينة. شوف الحشرات هذيك الوسخة. في هناك منشار شوفه. شوف هناك هذا منشار قاعد. وش اللي جي 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 ما في منشار كذا صوته. ايوه يا سلام بس طارق شد قن كم واحده يعني ما يحط لك مرات الرقم ما ادري ليه. ايوه يا هلا يا هلا يا هلا. انا حتى ما عندي طلق ذي. تعال تعال قرب. ايش في عندهم الركب ذي ولا ايش؟ مو تعبرني ولا شيء. اعطيني وجه. طيب ما عندي سكين مشكله. حتى السكين ما عندي يعني اقول اني اطعنها ولا بس اني اقدر اطيحها برا صح؟ ركزت علي. لها نية لها نية بالغدرة لها نية في الغدرة. انت 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 دام سويت كذا لها الحين لازم اطلع الماجنوم. انا قلت انها متجمدة كذا لكن طلع تموي بس تموي عشان تسحبك. يقول اوه شوف هذه ما تتحرك. نفس اللي صار في الحلقة طارت مع وش الصوت يا اخي وش الصوت. اوكي اوه ذا ابو راس طويل يا اخي. هذا مو قلت شكله شكل صاحب المود بخلي شكله كذا مخرع عرفته. مو قلت ذا ما توقع انه قلت صح. شوف كيف راسه يطول ساتر يد الراس. يا ساتر يد الراس. شغل شغل من شعره شغل. ما شفتني اطلق عليه. ايش الوساخه هذه؟ ايش الوساخه هذه يا اخي؟ انا يا اخي انا هطفت من الاخير كذا. انا هطفت والله اني هطفت. مرات تسوي اشياء غبيه. لاني طلقت انا عليه بالماجنوم طلقتين وخلاص كان ودع الملاعب. ذوقنا حب الفلسفه توفير الرصاص كلام فاضي. ايوه كان في شيء اول هنا.
اصبر لا يمسك. لا 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 ما اتفقنا على كذا. دي ما اتفقنا كذا. 3000 يا 3000 بعد يا اخي ايش الرصاخ هذه؟ 3000 على حشرات؟ انت صادق انت؟ 3 حشرات. يعشق. ما كنت ابغى اضيع الطلقة عشان كذا ما بغيت اطلق، كنت بطلق على 3 طلقة واحدة وخلاص اوفر يا اخي. كما يبدو لي انك تود الملعب سريع سريع يا صاحبي. تود الملعب مرة سريع. ايوه. في التحدي لا انسى منه، خليني افقس البيض اللي هناك. اللي فوق. في حشرة. بعد هنا 3000. يا ولد يا ولد ليه حاط لي ذا 3000؟ 3000 ولا 300 ذي؟ ولا كم كانت؟ ما ادري انا قمت اشوفها عكس. الحمد لله. الله يلعن ام الرصاخة. الا والله لك لك 30000 ذي. انقلعي انقلعي يا وسخة وسخة. بيوم بيوم. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ يا اخي طلقة الماجنوم غالية على قلبي. يا اخي طلقة الماجنوم غالية على قلبي يا الله. والله شوفوا انا عندي خطة. طيب ليه ما راح استعمل ذيك الفقاصة؟ فعصهم لي. ايش رايكم في الفكرة؟ بس راسي انه بيطير. ايوه عادي عادي عادي. حاول انك تركب بس وتهيل. شفتوه شفتوه. بس انه انفعص والله. والله فكرة طيبة. والله انها فكرة ممتازة. والله شكلها خطة ممتازة والله بي. بس انا راسي بيطير اتوقع. صح اتوقع والله العالم. والله ان الخطه دي بتكون ممتازه اني اسحبها لانه بيطلع بيرسبن واحد. بس من وين رسبن ما ادري. او ما تعدى ذيك عرفتوا. طيب شوفوا ما دام وضع كذا برمي قنبله هنا في النص. بيوم. طيب يتجننهم كلهم. ما يتاثروا يا الربع. ليه ما يتاثروا؟ ليه ما يتاثروا زي الناس؟ هي الفل. لنفعص لنفعص. وين تفعصني؟ طيب اي واحد تفعصني؟ ايوه انفعصت. شوفوا تحته فعصها فعص. طيب انا ثابت هنا. طيب في واحده تطلع مخفيه حتى اقتلت ذا. تصدقوا والله اقتلت الكلب ذا. اقتلته. شفتوا قاعد يتبرعص يا اخي. ما انا طلق. طيب أفهم. انت تشوف الطلق اطلق عليها صح؟ ليه ما اجي استنى؟ طيب شوفوا مشيت انا الحين هنا. مشيت مشيت مشيت. وين اللي وين تفعصني؟ اها شوفوا هنا مكان ذا سيفتي. اوكي يا سلام. وات 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 وات. وين هذا؟ لا لا انقلع يا الكلب. هذا مكان امان امان امان. وات ذا فاك. عاد هذاك انا. وات ذا هيل از ذات. يا ساتر ايش اللي صار هنا؟ شفت الزحمه اللي صارت؟ بس اقسم بالله حركه اسطوريه وربي الحركه صدق عجيبه. تخيلوا قتلت ايش اسمه باستا. قتلت الكلب ذا الاسود والحشرات ابو 3000. ايش رايكم بالله بالحركة؟ ماني اسطوري ماني اسطوري الرب. ايش رايكم بالله؟ باقي الورع ذا. اصبر ذا جبني من هنا. لا 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 ما اقدر اتحرك. دقيقة 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 انا خاطري اخذ نفس شوية. ايوه خلنا نسطره من هنا يا رجال. خل عنك الطقاع بس. طيب خل عنك الطقاع يا ولد. سمعني صوتك الكلب. ما بتجيني يا اخي ما بتجيني. فعصتني. ماي جاد ماي جاد. الخطة خربت. الخطة خربت يا اخي. بسويها نفسها. الله يزبطها. باقي فيها حشرة انا. دقيقة دقيقة. سكر الباب سكر الباب. تعال ايش رايكم؟ تعال 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 تعال. لا انا ميت.
اوه ماي جاد يا ذا الموت، اوه ماي جاد يا ذا الموت يا اخي، ذا الموت اقسم بالله بيجيب لنا السيارة، الله بيجيب لنا السيارة والله. طيب الخطة شوفوا، بدعس دعس هنا هذا كلب. لا يا اخي لا يا اخي لا 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 يا اخي ما صدقت تتعدى يا الله. في الحشرة اللعينة اللي هناك. اطلع 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 اطلع، تعال تعال هنا. ايوه تعال تعال، هذه نسيتها بعد ما تنفعص افعص ام. ايوه ماتوا والله، ماتوا من هذا والله قوي. برميل باجر، برميل مبارك ذا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا وش الخطه؟ ابغى ارجع ازين سكينتي وارجع للحيوان ذا واحفظ كلها. يا الربع لانه يعيدني من ورا، يا الربع اقسم بالله المنطقه هذه قرف قرف. هذه اخي اسوأ تصوير قد صار لي، اسوأ تصوير صار الحلقه ذي. يلعن ام المره، يلعن ام المشوره. هذه وحده صح؟ هذه وحده ما هي ثانيه؟ اي شكلها وحده. وش الصوت يا اخي؟ وش الصوت؟ ارم لي انت، شفت اعطهم كذا، بعدين اعطهم كذا، وابغى اركض ابغى اركض ابغى اركض، ادخل داخل ابغى ادخل داخل، ابغى الى بر الامان، الى بر الامان والى. يا سلام يا هلا، او نفسي احضنه والله. اي والله تكفى اقسم بالله يا اخي، قلب كبير انت يا رجل. منقذ منقذ انت، انت انت منقذ. تعال تعال زبط السكاكين. تدري ايش؟ تدري ايش؟ اطور الباور ولا السماكه؟ طور السماكه، طور. ايوه اشوف ايش عندي، اقدر ابيع شيء؟ ابغى اطور السكاكين خلاص، يعني المود صار صاحب المود الجره، يخليك تمشي فتره طويله، يجيب لك اعداء اكثر. ما في تاجر، دخل عندي ذا، اسمع صوته قريب مره. طيب وبعدها دقيقه خلنا نشوف، نقدر ندمج جواهر على هذا الشيء. يا سلام، وهذا بعد، هذا يبغى له ثلاث، ما عندي ثلاث خلاص اسحب عليه. بع لي التاج بس، كم؟ 86، ما في مشكله. وش ذا السلاح؟ اه صار يبيع الهيفي جرنيت، صار يبيع الهيفي جرنيت. اوكي بهذا اسمه. طيب اوكي قلنا السماك. ايوه وضبط بعد، اصبر الدرع، ضبط الدرع اهم شيء. ايش فيك يا ولد؟ ضبط اقسم بالله ما عاد يبغى لك كذا خلاص. الحين ايش بعد بنسوي؟ بعد بنسوي مثلا الشدقن. طيب الشدقن ايش بنسوي فيه؟ بنحط الايمو بس. كيف الهيل؟ الهيل يعني 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 بناخذ ثنتين من عنده خلاص. ايوه ثنتين كويسة، خلينا نحفظ ونطلع نسطر المبزرة اللي برا والورع اللي هناك بعد كلهم، ما نخلي ولا احد. الله يعين. اوكي هذا جاي بسرعة يركض، ما تقدر توصل هنا، ما تقدر. يا حبيب امك يا حبيب امك يا اوكي. انا كنت يعني مركز الغاب من الطرقة وطير راسه. اجن والله لعيد، والله لعيد، والله ما يعجني والله. طيب تعال 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 يا بزر، تعال تعال هنا تعال. ما تشوفني انت؟ ايش ما تشوفني ولا مسوي نفسك غبي؟ تستغبي صح؟ ايوه تعال جا مع الكلب ذاك. جاء مع الحيوان، جاء مع الحيوان. شوفوا جاي بيهبد. زبن ايوه، اعطيني. طيب اعطيني اعطيني ستان، اعطيني ستان اعطيني ستان ولا ارقد. لا ما تسوي حركات، هذه حركات قديمه خلاص بطلوك. اوف شفتوه كان كان بشويه فيني والله. اسمع صوت حشره وراي، اسمع صوت حشرة، اسمع صوت حشرة لعينة.
القم اي فريم اي فريم اي فريم اي فريم ايوه هدي. ما ماتت الا ماتت. فكرت انها ما ماتت. نب اعجن حركات دي. خلاص 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 هذه قديمه 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 يا ورعي. وارفع يدك ارفع يدك. وش عندك؟ اما عاد اما عاد كثر منها اما عاد كثر منها ذي كثر منها يوه. شوفوا الكلب هذاك منتظرني. شوفوا شوفوا الجزمة وين منتظرني. شوفوا الحيوان دمج مرة خايس مرة حزين الدمج من بعيد. وبالسنايبر في لوت يسار انا ما خليته قبل شوية. اوكي كويس. هذه يا اخي يا الله يا اخي وزنيتها خرا ذي. وزنيتها مره خايسه. ايش رايكم بالله؟ انتظر ايوه عشان لا تنفعص. خلي اللوت ذا بعدين. اللوت بدخله بعدين. خلينا ندخل هنا. ايوه طيب. وهيل نبته واركض. وجع 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 يا البزر. بير يا الكلب. هنا 1 في 1 هنا 1 في 1 هنا 1 في 1 بجلدك جلد. اوه لا الحشر هذا اللي ما حسن حسابه. الحشر هذا اللي ما حسن حسابه. الحشرة يا اخي ما حسن حسابه اللعينة ذي. الله يلعب. يا اخي انا وش سوي طيب؟ انا وش سوي؟ طيب شوف الخطة الجديدة ايش بسوي. انا والله تعبان يا ابو انا تعبان. الخطة ايش بطلع الحشرات بسحبهم انا اتفعصهم ذي واريح راسي منهم. عرفتوا كيف؟ ما بعد فاصلني. يلا خلاص عذاب عذاب المدة. والله والله انها عذاب. والله عذاب نفسي. اللي بيتعذب يلعب المدة لا يسوي فيني نفس الخابور حقه بشوية. ايوه انقلع طلع لنا الحشرات. بس عطنا الحشرات اللعينة اللي هنا كله 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 يطلع. وينهم وين؟ اطلع اطلع. عاد في احد؟ ايوه اطلعوا اطلعوا. بارك الله فيكم. يا سلام. اوكي عادي عادي مرة مرة عادي مرة عادي مرة عادي اصلا اصلا مرة عادي. بتنزلي هنا يا بنت الكلب. بتنزلي هنا وبتنفغصي فغص. يا ابني خلني امشي خلني امشي. بيطيحني وانا عليها صح؟ ايوه تعالوا تعال يلا يلا تعال. بدر 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 يلا انفقس. يا اللي بعده اللي بعده باقي احد. اي تخلص يبغى يجيبني من تحت الرم. يبغى يجيبني من تحت الجزم. ها الحين انا جاي. سكيني انكسرت. متى انكسرت سكيني؟ عشان طلعت الاثنين هذولك هناك. والله السكين ضعيفه يا رب. ما انتبهت لي ما انكسرت ابدا. ما انتبهت لها. طيب شوف الخطه الحين بقرب من العب 1 في 1 من الرجل. لا 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 انفغصت. آه يا اخي ايش اسوي ايش اسوي ايش اسوي؟ دخلني وعادي اخبزني ودخلني داخل. ما عندي مشكله. تبطنك الكبير الله يقطع هذا الوجه الكلب. وين باقي؟ باقي ثلاث حشرات صح؟ انا ميت صح؟ خلاص اقدر امشي. ما بيخليك ذا النغل. ما بيخليك تمشي. انت صاحي انت صاحي تبغى تمشي من عندهم. ارمي فلاشه بلش الكل وازبن ازبن 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 ازبن. خلنا نمشي بس خلنا بنفع اصلا مش الحين. حاول انك تلفلف. الله يلعن ام الحشرات. الله يلعن الله يلعن ام الحشرات. تعالوا هنا يا عيال الكلب. انفعصت انا. يا الله يا الله يا الله يا العذاب. يا الله يا العذاب النفسي. يا الله يا العذاب. ادخل بام بام بام. كل حشرات يطلع. طيب اصبر شويه ما عاد تقدر. الحين بيبدا حفله الحشرات. راسي بيطير اصلا. ما هي الان ام العفن. المشكله لها وزنيه. اوكي انفعصت اقدر امشي. ما تقدر لو تاخرت شويه تلقم. شوفوا كيف انا 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 في عفن. والله في عفن. والله انا في عفن. والله يا الربع اقسم بالله العظيم انا انا قرفان. انا خلاص يا اخي ايش المود ذا.
خلاص خلاص يا علي يا ابو كرشة خلاص خلاص يا الفلة انت فلة انت مرة وناس يا ولد انت مرة وناس ما شاء الله عليك فكني فكني خلاص يلا يلا فكني فكني الله يلا عند الوجه بطل الحشرات كلهم جرب نرمي فلاشة مثلا هنا افعص الحين اقدر امشي اقدر امشي بسرعة 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 ايوه ازبل 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 ايوه تعال يا حشرات تعال يا اللعينة تعال تعال هنا انفعصي 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 الحمد لله انها تسكرت ولا كمت تعال الحين دوري الحين دوري نلعب انا وياك من رجل لرجل يا كلب من رجل لرجل بدون حشرات بدون قلت الحياة خلينا خلينا نسوي شيء لا تنعصني لي ماشي اقسم بالله اني لو اوريك شغل اقسم بالله اني لما اصفرك اقسم بالله لما اصفرك يا الحشرة ايه سمعني صوتك ايه سمعني صوتك سمعني صوتك سمعني صوتك يا الجزمة يلا لا قطع ذا الوجه كلب كلب وش ده بعد في حشرة يا اخي كم في حشرات كم في حشرات اقتلها 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 ما عادني ناقص اقتلها بس اقتلها اقتلها بس ايه اقتلها بما اقول ما عادني ناقص اني اروح هيو هيو بقوم هيو بهيو بقوم هيو شقك شقنا سطرك تسطير يا بحر سطرك تسطير حشرة نقزه انقزك انا انا نقزك انا 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 شقك شق انا انقزك واعطيك بيري شوف كذا اعطيك شوف وكذا وبيري ثاني تعال اوريك افتح راسك فتح يا ابنك لا يدخل يدخل لا يدخل تحدي لا يدخل تحدي وعادي اقلب عليك على اخر شيء انا من الغاب نفسي الرصاص يا ولد موت يا ولد موت هيا تنكسر السكين انكسرت وماتت والله طيب والثلاثين الف حقها وين ما تبطعنه لان هي قتالة السكين اوكي معها تاج بس معها تاج حق ذا العنا كله معها تاج بس يا اخي ايش ال ايش ايش ذا والله ما يعرف يضبط الامور صاحب الامور يعني المنطقة ذي المفروض هذا عنده سلاح عنده شيء كويس انا قلت بيعطيني شيء يسوى كان قمت اسمع اصوات غريبه وفي في في شيء بيمسكني في حشره الحمد لله الحمد لله معلقت اشق 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 معك قلت يا عمري قلت يا بابا قلت يا ها تنقلت يا صاح طيب متى بنخلص يعني ايوه خلصنا طيب ليش ما ينفتح الباب مثلا لو بغيت تنزل تحت ما عاد ينفتح اوكي خلنا نخلص التحدي هاي الثانية الأخيرة هنا قدام صح؟ يا آخر واحدة قدام عاد انتبه وركز لا تنفعص في لوت هنا يمين باخذه باخذه بسلام الله اوكي المفروض كذا خلاص خلصنا المناطق كلها الحين نتوجه الى كرابزر بس قبل بنمر على التاجر من زين السكاكين حقتنا لان نحتاج في قتال كرابزر سكين عرفتوا فلازم نضبط السكين هذاك من والله اني قلت انه اني قلت انه باشتر انتظرني هناك ضبط لي السكاكين ضبط لي سكين واحده بس ما ضبطت الا سكين واحده اللي هي الخرا الله عاد الشكر ما في يعطيني سكينتين فوق او سكينه نمشي الحال فيها اهلين سانشو يلا ودونا عليه عاد ما يقدر يضيف شيء او يغير في قتال ذا يحط معاه ناس ما اي سكين شو انا اسوي لو غير بيكون مجرم صح انا نشوف سانشو هات السكين ذي تعال خلصني خلصني والله انا حتى البيري قد اخره والله والله البيري قد اخره يا رجال اكسات 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 يا ولد توكا على راس توكا لك على طبعا ذكيت ورب ما في تركيز قام يلخلخني التركيز راح انقلع بس ايطا تطعين 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 تخسي 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 تخسي
تخسي وتعقب، تخسي وتعقب يا الكلب يا الجزمه. يلا بس الخلا الخلا الخلا، خلني ذكي خلني ذكي خلني تركي تركي زي زي النعجه. اه سويت بس انه ما استجاب اللاعب ولا سويت دائره. اقول لك انقلع بس انقلع انقلع نسير فيها مهاره. يلعن وجهك يا كلب، ما بهيل بقتلك بدون هيل تدري. لا لا هذه الحرب يقتلني الحين، انا ميت نحرني. ابغى اوفر هيل، ما بستخدم هلا، بقتلها بدون هيل بدون هيل. يا اخي توكلك على الله. قال فوق تعلم ايش قاعد يسوي، تعلم ايش قاعد يسوي. ها 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 تعلم ايش قاعد يسوي، تعلم ايش قاعد يسوي. صح صح، وش اللي صار في خافير؟ ها علمني وانا اقطعك، علمني وانا اقطعك. ها علمني ايش صار، ايش صار ايش صار ايش صار ايش صار ايش صار. تعال هنا احشر امك في الزاوية يا كلب. اوكي ما تسوي هذه المرة، ما تسوي مرة واحدة، مرة واحدة يبغى يمسكني صح. تحداك. يلا 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 انقل، يلا يلا يا زبالة، يلا يلا القم. بتركم ايزي، حتى ما كلمسني بس يعني التركيز لكم عليه. انا بحفظ على طول بدون تفكر. احفظ جيك حفظ احفظ، ممكن ترسبن تلقى خمسة مناشير، تلقى تيونة متار. شفتوا ما انا قلت لكم، والله اني ما ادري شيء بس حسيت زين. الحمد لله اني حفظ، مع ان كانت نيتي كذا شوي اني ما احفظ، لكن الحمد لله اني حفظ. طيب وش نسوي معهم؟ ما عندي هيل، ما عندي شيء. حاطه هي اخي مسكني على طول. كم حاط هنا؟ ايش يبغى يسوي يعني؟ ما عندي، ايش يبغى يسوي؟ والله يا الربع انا بيني وبينكم افكرني احط رجلي والله. ايش رايكم بالخطه؟ اخي ضبطتها والله، والله لقمت. اوه باقي له شويه تحتوحه والله. والله ما بس انا بموت بعد، انا بموت لو ما دنكت كذا. اوكي والله ما استوعبت اني قتلته، والله ما استوعبت اني قتلته. وش في لاية مطمط كذا يا ساتر. سكين. طيب ايش رايك توقف شوي؟ لان طعنت سكين كذا. ايوه اي بس هذا اللي نبغاه. السلام عليك ست تنخوية لي، الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية يا عيني. تسلم لبعينك، تسلم لبعينك. القم ما شوف بالله، شوفوا اللي قاعد يصير هنا. ايش عنده في الحياة؟ 8 طلقات. والله سطرته، والله وربي سطرته فحفوحة بالماغنوم. انا ما استوعبت اصلا، ما استوعبت ابدا اني قتلته. طيب خلنا نطلع فوق نسلم على التاجر، شكلنا بنوقف والله. مده يخلي الدماغ والظهر والاعضاء عندك كلها تشكي. اوكي خلنا نرتب كذا، انا خاطري ارتب الشنطه شويه. والله اللي تبك، لكن شكلي بتقضى والله هيلات من راعي التاجر. ولا خليه شكلي بخليها احتياط مود للتاجر، ان بغينا شيء خذينا من عنده. اوكي لا تنفجر ذي، يا ما اتفق في صاحب المود، ما عندي اي ثقة خلاص، ثقة اعدمها. دقيقة انا ما خذيت اخر وحدة اللي تحت، انا خذيتها حقت الخلايا، تحدي الخلايا. لا ما خذيتها صح، ما خلصتها. اي والله انا مطلع عليها فيض، اجل تدرون ايش بعيدها
بعيدة. اي والله بعيدة. لازم اني اخذ السبنل. احتاج كل السبنل في اللعبة. ودين دي على 6 سبنل. فلذلك نحفظنا ونوقف. عاد الحلقة الجاية ان شاء الله بعيد. باخذ السبنل اللي تحت. واذا قدرت اوفر هيل ورصاص. عرفتوا كيف؟ وبس. اكمل معكم الحلقة الجاية ان شاء الله. تكون الحلقة اخر حلقة في القلعة.